يرحل العلماء ويبقى الذكر والأثر، أما واجب الباقين فهو الاعتراف بالفضل والتأسي بالشمائل والقيم. نقول لشيخنا سيدي محمد طاهر يتعلجت رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وقدس الله سره وأبقى بركاته في هذا الوطن وفي هذه الأمة، نقول له لا تخشى ضيعة ما تركت لنا سدى، فالوارثون لما تركت كثير إن شاء الله. نقول له نخاطبه نقول له يا لا تقل يا ناعي الأحرار مات، لم يمت من علم الناس الحياة. فشيخنا سيدي محمد طاهر يتعلجت رحمه الله تعالى كان يبث الحياة منذ صغره إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، ولحظات قبل وفاته كانت الابتسامة مرسومة على وجهه، لأنها كانت مرسومة على وجهه طيلة حياته. الشيخ سيدي محمد طاهر يتعلجت الحقيقة عاش للإسلام والجزائر كما عاش ابن باديس للإسلام والجزائر. الشيخ محمد طاهر تعالجت أكثر حوالي 90 سنة من حياته كلها في التعليم وفي خدمة الجزائر وفي خدمة أبناء الجزائر، كان عنوانا للمرجعية الوطنية في الجزائر في فقهها في أخلاقها في فكرها في تواضعها في ابتسامتها في جمال محياها. ولهذا فإنما حينما نحيي مثل هذا اليوم فنريد أن تكون رسالة للأجيال يقتبسون من أنوار هذا الرجل، من حلم هذا الرجل، من شجاعة هذا الرجل، من دأب الكبير الذي قام به هذا الرجل، نأخذ بها في حاضرنا الذي فيه تحديات كبيرة، ولكن نحرص على أيضا أن تكون زادا في المستقبل الذي ستكون تحدياته أكبر. هكذا هي صور الراحل محمد الطاهر آيت عالجت منيرة مثل وجهه. وهكذا اجتمع الأهل والرفاق والمحبون حول فقيد الأمة فتذاكروا خصاله وتناقلوا مآثره. عالم جزائري وقف حياته كلها للعلم وطلب العلم لله وأعطاه لله، الرجل الذي عاش بفضل من الله سبحانه وتعالى وأكرمه الله بطول العمر، طال عمره وصلح عمله وعاش قرنا ونحو 10 أعوام بالتقويم القمري، قضى ما يزيد على 9 عقود منها في رحاب العلم وفي مجالس العلم، جمع الله له بين الجهادين، الجهاد في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، الجهاد بالعلم بالقلم، الجهاد بهذه المقاومة الروحية الفكرية التي كانت منه ومن أمثاله عبر فترات الاحتلال، ثم الجهاد بالعلم بعد استعادة الاستقلال. وحقيقة كانت له هذه الأخلاق المتميزة، أخلاق عالية، أخلاق العالم المسلم المربي، وبالحقيقة قامة من قامات الأمة، من قامات الأمة، وقد عرفه الناس في داخل الوطن وعرفوه في خارج الوطن من خلال ما سمعوا وقرأوا، وكان كثير منهم يتأثرون ويشيدون بما يقرؤون عنه. مسيرة الراحل ممتدة في أبعاد الشخصية الجزائرية، فهو المجاهد المدافع فقيد الثورة، وهو المثقف المهتم بحضارة الجزائر، وهو العالم الأريب الذي لا يشق له غبار. تولى القضاء في زمن الثورة وأحسن الحكم والتدبير، وبعد الاستقلال عاد إلى رسالته الحضارية في التدريس، فكان أستاذا بثانوية عقبة بن نافع بالعاصمة إلى عام تقاعده سنة 1978، وعضو لجنة الإفتاء، وكتب الله له البركة في العمر والعقل والذاكرة لشرح متوننا الفقهية واللغوية والبلاغية التي كانت وستظل المتون الحصون. فكانت كلمته دائما تجمع ولا تفرق، وهو حبيب إلى قلب كل من قرأ القرآن الكريم، انتدب نفسه خدمة للفضيلة وقهرا للرذيلة. شهادات حية وزوايا منيرة
حضرت في هذه الوقفة التي أرادت من خلالها وزارة الثقافة الالتفات إلى تركة علمية وأخلاقية تمثلت في شخص رجل اجتمعت على حبه كل القلوب. في هذه الوقفة لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الأمة، أن يتقبله في عباده المتقين ويرفع درجاته في الصالحين، وأن يجمعنا به في مستقر الرحمة ودار الكرامة. بورك فيك أستاذنا، نحن نحبك أيضا والله، نعرف أنك تعبان ولكن شكرا جزيلا. والله سبحانه وتعالى بلدي عزيزة جزائي الحبيبة والله كائدين وأدعو الله سبحانه لحكومتنا أن يوفقها الله سبحانه لخدمة البلاد والعباد، وأدعو لشعبنا الطيب شعب الجزائر المبارك أن يحفظه وأن يجعله مطارا مرابطا في حفظ